أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم، نرحب بكم عبر فضائية الفلسطينية حول الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام قبل قليل حول وفاة شاعر الثورة الفلسطينية أبو عرب. الآن معنا عبر الهاتف شاعر الثورة الفلسطينية أبو عرب من الإمارات. بداية مرحبا بك وطمنا عن صحتك. يا هلا بيك وبكل شعبنا العربي والطيب، والحمد لله صحة جيدة ما في شيء يعني. نعم، عندي شوية فحوصات راح أروح على مستشفى عمان، فبعمل يوم يومين وأظن برجع على الشارقة وعلى دبي. طيب ألف سلامة عليك، وإحنا حبينا نتطمن على حضرتك بعد الخبر اللي نشروه وسائل الإعلام، ولكن حابين نسألك أبو عرب ونتطمن عليك، وبذكرى النكبة بعد 65 عام على النكبة الفلسطينية، شو بتقول للشعب الفلسطيني؟ رغم مرور أعوام على نكبتنا، مهما يطول الزمن ويتقلبوا السنين، ما ننسى أرض الوطن، ما ننسى قضيتنا. خلودك بقلبي انت يا فلسطين، حتى نمتنا بغربي ونحن، حتى اذا متنا بغربتنا. هي بقول للشعب الفلسطيني. نعم، فلسطين بناسها، فلسطين برجالها ونسائها، بتقول لك ألف مليون حمد لله على سلامتك، ونتمنى لك دائما وأبدا العمر المديد. شكرا، شكرا لك شاعر الثورة الفلسطينية الفنان أبو عرب. شكرا، شكرا لكم، والله حييكم. نعم، إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه المقابلة مع شاعر الثورة الفلسطينية أبو عرب من الإمارات بعد الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام حول وفاته. إلى اللقاء.